كنا هضرنا على واحد الكارثة، على واحد الفضيحة، ألا وهي واحد العظام بشرية تتباه للأعيان. الأمر الخطير الأكثر ألا وهو كتلقى عظام بشرية، وأجي نشوفو بالصوت والصورة، راه ما غنكذبوش ونصطوش حاجة ما هياش. ها هو هادي جمجمة بشرية. السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله، اهلا وسهلا بكم. اذا من مدينه مكناس احييكم، وبالضبط من هذا السوق اللي شفناه كيتسمى سوق الجميليه. كنا هضرنا على واحد الكارثه، على واحد الفضيحه، الا وهي واحد العظام بشريه تتباه للاعيان، سوق نموذجي تحط فوق مقبره. هذا موضوع اللي صراحه يطرح عده تساؤلات، لكن الامر الخطير الاكثر الا وهو كتلقى عظام بشريه، واجي نشوفو بالصوت والصوره، راه ما غنكذبوش ونصطوش حاجه ما هياش. ها هو هذه جمجمه بشريه، هايا بين الاعيان. زيد هالجمجمه الثانيه وكذلك بين الاعيان، وهضرنا على هذا الشيء مرارا وتكرارا، واستنكرنا الوضع، لكن لا حياه لمن تنادي. اذا هنا كانت مقبره كيف كنشوفو، حيدوها وداروا هذا السوق، وللاسف ما جمعوش حتى العظام البشريه. اذا وفي نفس السياق غادي نهضروا، ها هما الضلوع ديال البشر او ديال الانسان، ها هما عظام بشريه، ها هما ها هما وباينين للاعيان، ها انتم ها هما باينين للاعيان، ما هما مخبعين، ما هما حفروهم. هنا كنطرحوا واحد التساؤل، اين هي حرمه الاموات؟ اين هي حرمه الاموات؟ وحقا نحن في دوله المسلمين راه عيب وعار صراحه نشوفوا بحال هذا المنظر. ها انتم كتبقى غادي كتسارى هنا، ما كتجيش تسارى في السوق، كتجي تسارى على عظام بشريه. ها هي شوف عظام بشريه، امر خطير جدا، فضيحه، كارثه، سميوها اللي بغيتوها. ها عظام بشريه كتبقى غادي وكتفرج فيهم، لا اله الا الله محمد رسول الله، شي حاجه اللي هي كضر في النفس. ها هو من هنا راه كتمنى واحد الجمجمه، راه هي عاوتاني، ها هي جمجمه، راه العظام عامره عظام هاد البلاصه هادي، عظام بشريه. شنقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، شي حاجه اللي هي صعيبه، حتى حرمه الاموات ما تحترمش، لا على حد هنا نقدر نقولوا لا، شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف. كنتمنوا من الله عز وجل ان هذا الامر هذا يتم البت فيه، ويتم الحلول ديالو، ويتم ربط المسؤوليه بالمحاسبه اللي كنطالبوا بها دائما وابدا نبقاو نطالبوا بها. ها هي عظام بشريه، شنقولوا والله العظيم لا شي كيبكي. ها هي جمجمه الشوا، ها عظام بشريه عاوتاني، ها هي ها هي ها العظام البشريه. شوف لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا غادي نكون نقلناكم بالصوت والصوره من هذا المكان اللي هو سوق الجميليه من مدينه مكناس بالصوت والصوره. اذا غادي نختموا بواحد نقدروا نقولوا شخص او لا اله الا الله محمد رسول الله. شوف شوفوا هيكل تقريبا كامل ديال جد، هاو اللي تيقول لك لا حنا تنزيدوا فيه، حنا تنكتبوا هالجمجمه، هاد الضلوع ها كنظن هذا جثة ديال شي طفل، غالبا ديال شي طفل. ها هي جثة هنا، حتى الجثة حتى العظام البشرية ما تخباتش، راه هذا كيبقى في صراحة وصمة عار على المسؤولين اللي جاو داروا هاد الكارثة هنا. هذه راه كتسمى كارثة إنسانية، كارثة بشرية. إذا من سوق الجميلية بمدينة مكناس، كان معكم ربيع دحاني.